خلاص يا جدع، الانبا يساب نولني، والست العذراء كانت واقفة معايا طول القداس في نفس مكان ده اللي قدام جسد الانبا يساب الابح. هنا في دير القديس العظيم الانبا انطونيوس ابو الرهبان بالبحر الاحمر هنتكلم على القديس المتواضع المحب للخدمة صاحب كلمة يا جدع، وكلنا شفناه في فيلم الراهب الصامت ابونا يوسف الانطوني. هو ابونا ابسخيون الانطوني رئيس دير الانبا انطونيوس السابق، ولد باسم لبيب عبده من أسرة مسيحية تقية ميسورة الحال، لكن الغنى لم يؤثر على روحانية هذا القديس من صغره، بل كان كثيرا ما يقضي خلوات بمفرده في المنزل، مداوم على قراءة سير القديسين، مواظب على حياة الوحدة اللي كان يشتاق دايما ليها. ترهف في دير الأنبا أنطونيوس مع أبونا يوسف الأنطوني اللي أصبح بينهم صداقة جديدة، كما كان أبونا عباس خيرون هو أب اعتراف أبونا يوسف الأنطوني. أسند إليه الخدمة في القدس للخدمة في كنيسة القيامة وبحر الشريعة وكنائس أريحة، فرعاها خير رعاية في ذلك الفترة، وكان يعتبر نفسه حارسا لممتلكات الأقباط هناك. أصبح رئيسا لدير الأنبا أنطونيوس ثم عضوا في المجمع المقدس، وشهد الدير فترة خدمة كبيرة في عصره. لم تغره المناصب، بل ازداد في تواضع وخدمة كل من يسأله. حدث مرة ان احد الرهبان غضب وصار في وجهه بينما قديسنا كان صامتا هادي لا يتكلم، تقبل كل ما فعله الراهب. لما رجع الراهب الى نفسه عرف غلطته الكبيرة، عرف خطيته الكبيرة، ذهب يعتذر الى ابونا ابس خيرون، فما كان الا صرفه بكل ارتياح قلب قائلا: ومالي يا جدع، إن ما كنتش تفضي فيها أمال هتفضي في مين؟ يا سلام على جمالك يا أبونا الجميل. بنى طفوسا جديدا بالدير بعدما ظهر له القديس أبونا يوسوس وطلب منه ذلك، ووعده بإرسال من يتكلف بثمن بناء الطافوس. وبالفعل حقق هذا الكلام القديس، وتم بناء الطافوس. لما تدهورت صحته قام بتزكية الراهب شنودة الأنطوني نيافة الأنبا يوسوس رئيس الدير حاليا ليقوم بأمور الدير. بعد 3 شهور ازدادت صحته تدهورا قبل نياحته بأيام، وضع على كرسي متحرك وطلب أن يجلس بجوار جسد القديس الأنبا يساب الأبح. وعند التناول جاء أحد الرهبان ليأخذه للتناول فقال: خلاص يا جدع، الأنبا يساب نولني، والست العذراء كانت واقفة معايا طول القداس في نفس مكان ده اللي قدام جسد الأنبا يساب الأبح. بعد جهاد حسن تنيح بسلام 19/11/1992 في طفوس الدير الجديد اللي بناه بنفسه. بركة صلوات القديس بس خيرون الأنطوني تكون معي ومعكم، أسكونا في صلواتكم سيرة شفية.